يا منير، النهاردة جايلكم معايا فيديو سهل جدا وبسيط، لكنه في معلومة مهمة جدا هتفيد ولادنا واحنا كمان الكبار ممكن تفيدنا. النهاردة مثلا هنتكلم مع بعض عن ال WH. ايه حكايتها ال WH؟ بصوا كده، الكلمة دي هو انا بستخدمها دايما للدلالة عن very good، عن الاشخاص، ودي اداة من ادوات الاستفهام في اللغة الانجليزية question word. اوكي، انا هنا نطقتها ايه؟ ما نطقتش letter W، نطقت letter H. اوكي، طب بصوا الكلمة دي where هنا برضو دي اداة من ادوات الاستفهام في اللغة الانجليزية، وانا بستخدمها للدلالة عن places، بسأل بيها دايما عن الاماكن. خدوا بالكم بقى، القاعدة هنا بتقول ايه؟ بتقول ان انا بعد ال WH لو جه وراها letter O فانا بنطقها H. اوكي، بنطق letter H وال W ما بنطقهاش، لكن لو جه بعد ال WH اي letter تاني فالحالة دي بنطق letter W مش بنطق ال H. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون فاتكم كلكم. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.